بعد 7 شهور او 6 شهور او حتى بعد ذلك عدم استسلام حماسة رغم كما قلت الفاتورة البشرية كبيرة. وسنأتي الحديث عن استهداف يوم العيد رمزيته 3 أبناء او ابنان او 3 أبناء، 3 أبناء عنده 3 أبناء واربع احفاد، نعم، لكن نهار العيد 3 أبناء اسماعيل هنية. يعني هذا شعب عنده قضية وقياداته السياسية متجذرة في شعبه، متجذرة في قضيته، رغم أن السردية متاع ما يسمى بالذباب الإلكتروني للأسف ما هوش إسرائيلي فقط، ذباب إلكتروني عربي المفترض يكون مناصرين للقضية الفلسطينية ويقفوا مع إخوانهم في غزة وشقاهم في غزة، نعم، فقاعدين يشتغلوا كان بالتحريض ضد المقاومة ضد الفلسطينيين وضد القيادات الفلسطينية. قالوا هنية يتنعم في فنادق الدوحة هو وأبناء واحد وكذا وتارك الفلسطينيين والغازيين يواجهون الموت. تبين ما هوش صحيح، هذه كلها كذبة كبيرة، كما استخدمت الكثير من السرديات الأخرى الكاذبة في مصر وفي تونس على الثوار وعلى القوى المناضلة اللي هما مستفيدين واللي هما متنعمين و هذا في إطار سردية الثورة المضادة والقوى الاحتلال وقوى المتواطئة وقوى العمالة في المنطقة. فيتأكد الرأي العام الفلسطيني والرأي العام العربي والدولي أنه إسماعيل هنية اللي هو القيادة من الصف الأول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس دفع ضريبة في مواجهة هذا العدوان، فلذات أكباده يعني 3 من أبنائه و4 من أحفاده، فهم في مقدمة المضحين في حقيقة الأمر، خسر تقريبا 20 فرد من عائلته، فلا أحد يستطيع أن يزايد عليهم. ولكن كما ذكرت هذوما الأحفاد في الصورة، نعم، يرحمهم، شوف الصور هذوما، نعم، أزهار يعني، لا حول ولا قوة بالله. احنا ناقشت تقريبا قبل العيد هنا مع سيانو الغربي من جنوب، هناك شركة والحقيقة حكيت عليها، المنصة الفرنسية المعروفة في الاستقصاء، حكيت على شركة قبل عام اصدر هو التحقيق هذا، شركة سويسرية متورطة في اتهام خصوم الامارات وتشويهه، وفيهم شخص هذا سويسري ومعه تقريبا 19 محقق هذوما، وتم اكتشافهم والرجال اللي قام بالتحقيق لفائدة المنصة الفرنسية هو صحفي استقصائي. إيه مش شركة، شركات، نعم، هي شركات دعاية كاذبة تشتغل على إيه شركات وتوظيف أقلام ويعني مدونين وحتى سياسيين، نعم، بقوة المال يعني شراء ذمة صحفيين. الثورة المضادة كيفاش اشتغلت هي كيف نفس المشهد تقريبا اللي تشوفه في مصر وفي تونس وفي مواجهة ثورات الربيع العربي هو، نعم، نفسه اللي تشوفه في غزة. اشتغلت بالتشويه الإعلامي، صنع سردية شيطانية اللي هذوما اللي جاءوا يحكموا هذوما شياطين وهذوما فاسدين وبيهم وعليهم واحد وكذا، باش يوفروا أرضية معناها للثورة المضادة. نفس الشيء والمقاومة اليوم تشيطن في غزة لأن هذوما لا يرحموا ولا يخلوا رحمة ربي، استغفر الله العظيم، يعني لا يقاوموا ولا يخلوا شكون يقاوم. والمشكلة شنية؟ كان الفلسطينيين ما قاوموش، يقولوا والله هذوما باعوا قضيتهم واحد وكذا وقاعدين معنا جايين يزايدوا علينا وباعوا القضية الفلسطينية، وإذا كان قاوموا هذوما راهم متنطعين ومغامرين ودمروا شعبهم. هذه هي المعادلة، يعني شنو المطلوب منهم شعب الفلسطينيين حتى يدافعوا عن القضية؟ إذا قاوموا هما مدنين، إذا ما قاوموش مدنين. من الواضح هذه كما تقول هذيك المعادلة متاع قاتلك قاتلك، نعم، نفس المنطق ونفس السردية التي اشتغلت في مواجهة ثورات الربيع العربي. ولذلك الأنظمة التي وقفت بالمرصاد والدول التي وقفت بالمرصاد لثورة الربيع العربي هي نفسها التي وقفت تقف اليوم بالمرصاد للمقاومة متحالفة مع إسرائيل، لأن للأسف يعني ما وقعش هذا في السابق في العالم العربي، يعني النظام الرسمي العربي لأول مرة يصير معنا في تحالف استراتيجي، تحالف حياة أو موت مع إسرائيل. وبعض الدول العربية أكثر من هذا مشاوا للجامعة العربية واقترحوا تغيير العقيدة وتعديل العقيدة السياسية والأمنية، لأنه من تكونة إسرائيل هي أصلا شنو مبررات وجود الجامعة العربية؟ صحيح معنى فكرة هي وجود إطار جامع للعالم العربي، يعني بعد فشل الثورة العربية الإنجليز حبوا يبيعوا شيء للعالم العربي، ولكن العقيدة الأساسية اللي قامت عليها الجامعة العربية هو أن إسرائيل تمثل خطر على تهديد الأمن القومي العربي للدول العربية منفردة ومجتمعة. مشاهدت بعض الدول العربية كما الإمارات مشاهدوا للجامعة العربية وطالبوا تعديل العقيدة السياسية والأمنية، قرروا الخطر ما هوش إسرائيل، إسرائيل هذو ما حبايبنا، هذو ما حلفانا، الخطر شكون؟ ما يسموه بالإسلام السياسي، وبعضهم يتحدث على إخوان المسلمين وتحدثوا على إيران وتحدثوا على تركيا، نعم، لأن يريدون تشويه، حبوا يشوهوا معطيات التاريخ ومعطيات الجغرافيا، صنع أعداء وهميين وحلفاء وهميين. عادي.